مشاهدينا ومرحبا بكم في عدد جديد من صرح جدة اللي حنتكلموا فيه على القرار اللي جا من وزارة شؤون دينية واللي يكلف الأئمة بشرح وثيقة تعديل الدستور في خطب الجمعة. ما لم أطولش عليكم، خلونا نروح نسأل المواطنين في هذا الموضوع، تابعوا معنا. وش رأيك في تكليف الأئمة بشرح وثيقة الدستور في المنابر في خطب الجمعة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله الشيء اللي نشوفه أنا ورأيي والله أعلم أنه مسألة الإمامة هذه أنه من الأفضل أو من المستحسن أنهم يخليوها مسألة قضية الإمام قبل الإمام يهضر بكل حيادية وبكل تشرد، يعني الإمام يشوف الأمور المنتشرة في المجتمع أو الآفات المنتشرة في المجتمع ويحكي عليها بكل حرية وبكل حيادية. رأيي هو أن التعديل الدستوري، مشروع التعديل الدستوري اللي هو في الحين، من الأحسن في وسائل الإعلام. والله هذا يعني شيء سمعنا به شيء مؤسف، لأن يعني المسجد مخدومة لله العبادة، نكلف أئمة، كلف أئمة باش يهضروا على الدين، كلف أئمة باش يهضروا على الحلال والحرام، كلف على الأئمة. أنا لو كنت حاب لو الدولة هذه قالت الأئمة قولوا للناس باللي القوض الاستهلاكي حرام. هذه يا خويا رانا مرحبا بهم، كما نقولوا فيك بليزير، حنا كي نشوفوا حاجه في المسجد هذه نتقبلوها، في كلام مليحه. هذا يقدروا يسالوه للناس، يقدروا يبعثوه للنقابات، يقدروا يبعثوه للاحزاب، هذوما اللي يناقشوا هذا الشيء. بس انا ما نعرفش، كي نجي نصلي الجمعه يهضر عليها الشيخ، ننتبه ليها، نعرف باللي واش كاين واش ما كاينش في بلادي، مانيش عارف واش كاين هكذا وليدي. درك هذه حاجة أنا نقول مليحة يا وليدي، هذه السنة من سنة الدنيا تاع الأرض، هذه لازم نعرف واش كان في بلادنا. الحاجة اللي تاع الدين ما نقول ما نكلفوش بها إمام باش يهضروها، والحاجة اللي ماهيش تاع الدين نقولوا الإمام كي نقولوا له اشرح الدستور في المسجد، هل عنده وقت باش يشرح الدستور؟ الإمام عنده وقت باش يقري الناس في الدين، باش يقول واش قال ربي الحلال والحرام، باش يحاول ينهي الناس للخير، باش يحاول يتكلم على الفسق، يتكلم على المحرمات اللي في برا، يتكلم على السرقه، يتكلم على الخطف، يتكلم على اللي ما قاهاش ربي في البلاد هذه. والله مؤسف انا ليا كمواطن جزائري، والله غير مؤسف. بالنسبه لوثيقه الدستور يعني هو قانون اساسي للامه ولا اي دوله، يعني تسير على اسس العداله والقانون، فهو القانون الاول اللي يحكم ويضبط جميع مؤسسات الدولة والأفراد والمجتمع بصفة يعني عامة. فالإمام يعني هنا عنده يقدر يعني يفهم الناس. أنا ليا بالمناسبة الجامع بيرسونال مون كي يشرح هذا الشيء، يعني من الدور ديالو إصلاح الدين، دين الإسلام في العالم، من يخلق الدين الإسلام هو الإسلام اللي يسير في الأمور برا، في الزنقة، في الفاميليات، في أي مكان. دوخ أنا كي نسمع أنا نقراها بصح ما راحش نديرها في راك تسمع ليا، راح نديرها ميمواريزي في راسي، نسمعها في الجورنال ولا نسمعها في أي حاجة ولا كذا. مي كي نسمعها في المسجد نشوف ترى واش كاين قدام في المسجد. فيك بليزير. يقول الإمام لازم خاصة في خطبة الجمعة يحاول قدر المستطاع باش يشرح واش قال ربي واش قال النبي، يحاول باش ينهي الناس، يحاول باش يليسي دوريونتي لي جون فير الحاجه المليحه، يليسي ديكسبيكي واش راه صحيح في برا. كارثه يا اخي. كاين بعض النقاط لازم على الشعب انه يعرفها في الدستور، كاين تعديلات في صالح الشعب وكاين تعديلات ممكن ما تكونش في صالح الشعب. والامام يعني هو من الاشخاص اللي الشعب يسمع له، والمسجد هو مكان وين الشعب يجتمع، وخصوصا في خطب الجمعة ويكون الشعب كامل حاضر، يعني وسيلة لإيصال الرسالة كما هو كما التلفاز، يعني وين تكون الناس كاملة قادرة تسمع وكذا. كاين نقاط لازم على الإمام أنه يشرحها ويوضحها للشعب، ممكن يكون فيها غموض إلى آخره. يعني الإمام بمعرفته سواء بالشرع أو بالشارع الاجتماعي، الشارع الجزائري وغيره، هو اللي يبين هذه النقاط. هناك يعني قنوات كبيرة اللي راه في الميدان. في رأيي هو إلقاء التعديل الدستوري عرضه في الشاشة أحسن، وعلاه الصدى، من ناحية الصدى تاعو الصدى يكون أحسن من المسجد. حتى إذا كان تطرق الإمام إلى التعديل الدستوري سوف يكون 5 أو 10 دقائق،
والاكثر هو الجانب الديني هو اللي يطغى على الجانب السياسي في مصالح الشعب باسكو كاين بزاف اللي ما يفهموش كاين اللي بزاف ماهوش بقرب للسياسه بعد على السياسه يجي المسجد يستفاد يستفاد مع الجامع مع الجامع ما يخلوا شيوخ ويخلوا الناس يعني يدرسوا هذه يشرحوا هذا الدستور طيب واش راي انا نتعاونوا الامام باش يعاون الشعب باش يتسقموا باش يخدموا حاجه مليحه باش نتعاونوا على البلد هذه باش نخرجوا من الازمه هذه اللي فيها ماشي امام يجي يشرح الدستور يخلي واش قال ربي يخلي كتاب الله وسنه رسوله يخلي واش لازم يقولوا ويبدا يشرح الدستور لو يبدا يشرح الدستور ماشي جمعه يوم كامل ما يكفيهش يعني اذا كان يكلفوا الائمه يعني للتشريح للمغزى الدستوري هو ما يوليش سياسة يولي يدخل في إطار الدين احنا المهم يعني هي القنوات هي اللي تبث وهي اللي يعني كل القنوات الجزائرية يعني وخاصة الحرة هي اللي لازم تلعب دورها ويعني باش توعي الشعب فيما يخص الدستور التعديل تاعو كل ما فيه من تعديل اما يعني الأئمة نظن ما عندهم حتى دور لأنه المسجد يلعب دور في الدين فقط عنده الدين فقط ما يدخلش السياسة في المسجد والسلام عليكم.